استقرار سعر صرف دولار الأمريكي أمام الليرة السورية بعد تراجعه أمس بمقدار 50 ليرة، وتقارير تتحدث عن استقرار أسعار الخضار والفاكهة وتوقعات بانخفاضها خلال العيد، وارتفاع قوي للذهب في سوريا على خلفية استمرار صعود سعر الأونص عالميا. هذه هي عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ، أهلا بيكم. سجل سعر صرف دولار الأمريكي استقرار أمام الليرة السورية اليوم الخميس 13 يونيو 2024 بعد تراجعه أمس بمقدار 50 ليرة، ويتحرك دولار السوق السوداء في سوريا بين مستويات 14750 ليرة إلى 15100 ليرة. ووفقا لهذه الأسعار فإن المئة دولار هتساوي 1,475,000 ليرة. وبالنسبة للسوق الرسمية، كان مصرف سوريا المركزي قد حدد سعر دولار في نشرة الحولات والصرافة عند 13500 ليرة، وفي نشرة المصارف عند 12500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، تحدثت تقارير عن استقرار بأسعار الخضار والفاكهة، وهناك توقعات بانخفاضها خلال أيام العيد. وفي التفاصيل، قال محمد العقاد عضو لجنة التجار ومصدري الخضار والفاكهة بدمشق إن هناك استقرار في أسعار بعض أنواع الخضار، وذلك يعود لزيادة الكميات في الأسواق نتيجة تحسن الحالة الجوية بشكل عام. وبين أن سعر كيلو البندورة نوع أول بلغ 6000 ليرة للمفرق وللجملة 5500 ليرة، والبندورة نوع ثاني 4500 ليرة للمفرق و 4000 ليرة للجملة. وأضاف أن سعر كيلو البطاطا المالحة النوع الأول بلغ 8000 ليرة للمفرق و 7500 ليرة للجملة، وسعر كيلو البطاطا الحلوة للمفرق 6500 ليرة و 6000 ليرة للجملة. وأوضح أنه في المقابل حافظ البصل على سعره منذ قرابة أسبوعين، حيث بلغ سعر كيلو البصل الفريك نوع أول 2500 ليرة والثاني 2000 ليرة، كما بلغ سعر كيلو الجزر 3000 ليرة، والخيار بلغ سعره 5000 ليرة. وبالنسبة للفواكه، تراوح سعر البطيخ الأحمر والأصفر بين 2000 إلى 2500 ليرة، التفاح تراوح سعره بين 5500 ليرة إلى 9500 ليرة، والبرتقال بين 8000 ليرة إلى 9500 ليرة. توقع محمد العقاد أن تنخفض الأسعار خلال فترة العيد لأن المواسم وفيرة والحالة الجوية جيدة. وفي النهاية فإن انخفاض الأسعار واستقرارها هو أمر يتمناه الجميع لتستقر الأسواق ويستطيع المواطن البسيط تأمين متطلبات الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الخميس سجل الدولار في دمشق 14900 ليرة مبيع و 14800 ليرة شراء، وسجل الدولار في حلب 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15100 ليرة مبيع و 15000 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية وطرطوس 14900 ليرة مبيع و 14800 ليرة شراء، وسجل الدولار في حماة 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء، وسجل الدولار في عين العرب 14900 ليرة مبيع و 14800 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 14850 ليرة مبيع
14750 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 14900 ليرة مبيع و 14800 ليرة شراء، وسجل الدولار في دير الزور 14900 ليرة مبيع و 14800 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة القمشلي 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 16054 ليرة للبيع و 15886 ليرة للشراء، سجل الدولار الكندي 10816 ليرة للبيع و 10699 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 19017 ليرة للبيع و 18814 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9914 ليرة للبيع و 9799 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 458 ليرة للبيع و 452 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3984 ليرة للبيع و 3941 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48309 ليرة للبيع و 47795 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4028 ليرة للبيع و 3984 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4074 ليرة للبيع و 4030 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20931 ليرة للبيع و 20731 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11333 ليرة للبيع و 11218 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 311 ليرة للبيع و 306 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الخميس، سجل جرام الذهب عيار 24114000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22023000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21978000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18839000 ليرة، وسجلت أنصة الذهب 2333 دولار فاصل 93 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8,034,000 ليرة سورية اللي بتساوي 525 دولار فاصل 15 سنت، وسجلت أنصة الفضة 457,913 ليرة سورية اللي بتساوي 29 دولار فاصل 92 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14723 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89650 ليرة للبيع و 89350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.